حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من الصحافة الفرنسية، الطفلة اليمنية بثينة معجزة يستغلها المتحاربون. وفي العرب الجديد، أمهات المعتقلين نعد الليالي والأيام في انتظار موعد إطلاق سراح أبنائنا. ومن أخبارنا المنوعة، وكالة ناسا تستقبل العام الجديد في رحلة تاريخية إلى أقاصي المجموعة الشمسية. أهلا بكم. على الصعيد المحلي، شهد العام 2018 أحداثا وتغيرات سياسية وكوارث طبيعية وانتصارات عسكرية في كافة الجبهات وفتح جبهات جديدة في محافظات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وعنون موقع الصحوة نت، هذه أبرز الأحداث السياسية والعسكرية في اليمن العام 2018. وقدم الموقع الأحداث وفقا للمحافظات، وبدأ من صعدة، حيث تقدم الجيش من أحد عشر محورا وأصبح يسيطر على نحو 30% من مساحة المحافظة، وحرر خلال العام مديريتي الظاهر وباقم بشكل كامل، كما سيطر على مناطق واسعة في مديرية مران معقل الجماعة وزعيمها المتخفي في أحد كهوف جبال المديرية. وفي الساحل الغربي التابع لمحافظة حجة، حرر الجيش مديرية ميدي الساحلية بشكل كامل بما فيها مركز المديرية، وسيطر على مثلث عاهم الرابط بينها ومدينة حرض. أما في الحديدة، فقد تمكن الجيش مسنودا بالتحالف من تحرير مديريتي الدريهمي والتحيطة بشكل كامل، كما حقق الجيش تقدما بعشرات الكيلومترات من الجنوب والسيطرة على المدخل الشرقي للمدينة. أما في صنعاء، فقد سيطر الجيش على آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوح، إضافة إلى تحرير السلسلة من الجبال. علمت صحيفة الأيام من مصدر محلي أن الاشتباكات التي تدور رحاها بين مسلحين من سكان مديرية دار سعد بمحافظة عدن منذ يوم الخميس الماضي تواصلت أمس الاثنين لليوم الخامس في الأحياء المحيطة بمدرسة أحمد بن حنبل بالمديرية، وأسفرت عن سقوط 4 قتلى و10 جرحى. وتعنون الأيام: مقتل 4 في دار سعد بسبب 100 ريال. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاشتباكات اندلعت ظهر الخميس إثر قيام مسلح بقتل شخصين، لتندلع بعدها مواجهات إثر تدخل أهالي القتيلين والاشتباك مع جماعة القاتل. ولم تتضح حتى يوم أمس الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات بين الطرفين، غير أن هناك معلومات تتردد بين السكان مفادها أن شخصين من أسرتين اختلفا على 100 ريال، ثم تطور الخلاف إلى استخدام السلاح الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. المشاورات التي تمخضت ميري. تحت هذا العنوان كتب محمد المقبلي مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في جزء من المقال: اللافت في مسرحية الحديدة الهزلية التي تمت بحضور رئيس الفريق الأممي الهولندي باتريك كاميرت من خلال استغلال حضوره كغطاء لنقل الميناء من الميليشيا إلى الميليشيا. المعلومات تقول أن باتريك غادر ميناء الحديدة على خلفية إفشال ميليشيا الحوثي لاجتماع بحث إجراءات تسليم الميناء وفق تفاهمات السويد، لكن المغادرة وحدها مسرحية ينبغي التشكيك فيها طالما والميليشيا قامت بتلك التحركات بثقة كاملة وتم تغطية الأمر إعلاميا وسياسيا غير مكترثين بوجود باتريك ومن يقف خلف باتريك. خدعة الحديدة التي تمت بشكل مفضوح فرصة لمن لا يزال يثق بمشاورات السويد بعدما حصل في مسرحية الحديدة واستبدال البزات أن يراجع حساباته ويفكر مجددا بالخديعة التي تتوسع كل يوم. وفق تحليل الذاتي من خلال الربط بين الأحداث، فالمشاورات تهدف إلى نقل المعركة من الساحل إلى الداخل، ولولا صلابة الجيش الوطني في صرواح لاكتمل المخطط كما يراد ولا يزال ساريا. وعلى المقاومة والجيش الوطني رفع اليقظة والجاهزية إلى أعلى درجات، وأقصد هنا في الداخل من دمت إلى صرواح إلى تعز إلى نهم وحجة وصعدة. هنالك ترتيبات إقليمية ودولية رفيعة المستوى تدفع ثمنها اليمن، وعلينا اليقظة والمكاشفة. وبعض خيوط الترتيبات اتضحت في فتح سفارة أبوظبي في دمشق. جاء الأمر بعد إيقاف معركة الحديدة التي كان لأبوظبي حضور فيها. كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين ومسجلين أن العديد من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى حرم الجوع من حصصهم بالكامل. وعنون موقع المصدر أونلاين: برنامج الغذاء العالمي
الحوثيون يسرقون الغذاء من أفواه الجوع. ووفق بيان صحفي للبرنامج نشره في موقعه الإلكتروني، فإنه جرى الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية خلال الأشهر الأخيرة. وأوضح البيان أنها أجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. وأشار إلى أن المؤسسات المحلية التي تتلاعب بتوزيع المساعدات تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج: هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوع. وأضاف: يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ، ويجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي. وجه التاريخ. تحت هذا العنوان كتب أمير تاج السر ما قاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: قرأت مؤخرا تقريرا يسمي كتابا معينين ويقول بأن أعمالهم التي أبدعوها غيرت وجه التاريخ، وكان من بين أولئك الكتاب ويليام شكسبير وأوسكار وايلد وجيمس جويس وجورج أورويل وأرنست همنغواي وسيمون دي بوفوار وبالطبع جابرييل غارسيا ماركيز، الذي لابد أن يذكر في أي تقرير عن الكتابة، ولابد أن تصادف اسمه في أي منعطف خاص بها. الكتابة والتدوين جزء من إرث الشعوب وجزء من نشاطها الطبيعي الذي تنشط به، ولولا أن الشعوب كانت تدون أحداثها وتصف أدق التفاصيل اليومية للحياة لما وصلنا شيء من تلك الحيوات القديمة. السؤال هنا: هل من واجب الأدب أن يسعى لتغيير وجه التاريخ؟ طبعا لا، والحقيقة لا قدرة أصلا للأدب على تغيير ذلك الوجه، وباستثناء نماذج قليلة تغير أشياء قليلة كما قلت، فإن الأدب يظل سائرا خلف التاريخ يدون أفعاله ويستوحي منها للأزمنة المقبلة. ومعروف نزوحنا هذه الأيام للتاريخ بكثرة، العودة لأعمال أولئك العظماء الذين ذكرهم تقرير وجه التاريخ. سنقول بدلا من تغيير الوجه، إحداث تغيير داخل الوسط الإبداعي نفسه بما جاءت به من أفكار ربما لم تكن مستخدمة أو كانت مستخدمة على استحياء. أيضا الأسلوب الذي جاءت به ولم يكن متعارفا عليه، وتفاعلها مع القارئ الذي أحس بها قريبة منه، وأشياء كثيرة داخل المغزى الإبداعي خلص إلى أن وجه التاريخ يظل ثابتا ويتفاعل فقط مع الأحداث. وحتى في الأحداث تلك الكبرى مثل الثورات الشعبية والاكتشافات الحديثة التي تسمى أيضا ثورات، لأن مصطلح ثورة يطلق على كل ما يمحو الماضي وينظر إلى المستقبل. وبديهي أن الإنترنت الذي نتخاطب عبره الآن ونقضي به كل شؤوننا الحياتية كان اكتشافا مذهلا تغير به وجه التاريخ تماما. بثينة منصور الريمي هي الناجية الوحيدة من عائلة في صنعاء قتلتها غارة جوية في أغسطس 2017، وقد كانت رمزا للحرب اليمنية، ولكنها للأسف تحولت إلى أداة للدعاية استغلتها الأطراف المتحاربة، كما تقول صحيفة فرانسوا الفرنسية والتي عنونت: في اليمن بثينة معجزة يستغلها المتحاربون. وتقول الصحيفة: لقد تحطمت حياة بثينة بسبب غارة جوية قام بها التحالف الموالي للحكومة بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي قضت مباشرة على عائلتها في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون. تتابع الصحيفة: قتل ما مجموعه 16 شخصا جراء هذه الغارة التي نفذت بحسب منظمة العفو الدولية باستخدام عبوة ناسفة أمريكية الصنع على منزل في حي فج عطان. ومنذ ذلك الحين دارت صورة لبثينة حول العالم بوجهها المتورم وهي تحاول فتح عينها بأصابعها بعد الغارة. تم نقل الفتاة إلى الرياض في ظروف غامضة لتلقي العلاج الطبي. لقد عادت للتو إلى صنعاء، وقالت الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات لوكالة فرانس بريس إنها تطمح فقط للذهاب إلى المدرسة لتصبح طبيبة. وقد استغل المتمردون الحوثيون صورة بثينة على نطاق واسع لإدانة الإصابات المدنية في غارات القصف التي استهدفتهم. وقالت بثينة: كنت في الغرفة مع والدتي ووالدي وأخواتي وشقيقي وعمي. ضرب الصاروخ الأول، ذهب والدي للحصول على السكر لمساعدتنا في التغلب على الصدمة، ولكن الصاروخ الثاني ضرب، ثم الثالث
ثم انهار المنزل. وبعد شهر نشرت وسائل الإعلام السعودية صورة لبثينة تبين أنها كانت تعالج في الرياض، ولا تزال ظروف وصولها إلى العاصمة السعودية عبر مدينة عدن غامضة. مع الأيام الأولى للعام الجديد والاقتراب من العقد الثالث للقرن الحادي والعشرين، ارتفعت أصوات لها موضوعيتها تطالب بإنقاذ البشرية السائرة في دروب عولمة متوحشة. هكذا بدأ إيميل أمين مقاله في الشرق الأوسط. يحاجج نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني على سبيل المثال بأن أسلوب الحياة الأمريكي غير قابل للتفاوض، وهذه عينة من تفكير كثيرين حول العالم تلفهم أنانية قاتلة، ويتعاملون عن حقيقة السباق الدائر حول العالم بسرعة شديدة بين جواد للدمار وآخر للأمل، ولا تزال النتيجة غير معروفة أو محسومة، وفي كل الأحوال تبدو احتمالات المخاطر والغرق أرجح من فرص النجاة. في حديث أخير تكلم بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن عالمنا المعاصر ومأساته الحقيقية، ذاك الذي يتشدق لفظيا بالبحث عن السلام، في حين أن المفهوم يضحى قاصراً لو اكتفى بالتطلع إلى غياب الحروب من دون رؤية متكاملة لتنمية شاملة للأفراد والشعوب، وعنده أنه يجب أن يتم فهم السلام على أنه التزام المجموعات الاجتماعية والدول بالعيش في علاقات عادلة، في علاقات عدالة وتضامن بأفعال حقيقية لا بشعارات عاطفية. يدرك المراقبون للمشهد الدولي أن البابا فرانسيس كان ولا يزال حاضنة إنسانية للمهاجرين واللاجئين في السنوات الأخيرة في أوروبا، وصيحاته ضد جدران الخوف استجلبت عليه انتقادات قاسية من اليمين الأوروبي المتطرف، لكنه يبقى صوتا سارقا في برية عولمة الأنانية ضد مفاهيم الامتلاك والهيمنة وإقامة الجدران العازلة. ولدت العولمة غربية وهذه حقيقة لا مراء فيها، لكن ما هي حصيلتها في الغرب عين حتى الساعة؟ على أبواب العام الجديد ها هو فجر روسيا ينبلج والغرب يتراجع صناعيا، وآسيا تنهض على كل الأصعدة. الحرب في اليمن تترك آثارا مرعبة على المواطنين حتى على من لا يخوضون القتال، فهناك عائلات معتقلين ومختطفين تنتظر عودتهم بعد غياب استمر سنوات في حالة بعضهم، ومع الانتظار حسرة وترقب. وتعنون صحيفة العرب الجديد انتظارات أهالي أسرى ومختطفي اليمن. تقول رئيسة فرع رابطة أمهات المختطفين في محافظة تعز أسماء الصوفي إن الأمهات ينتظرن بشغف تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا وأسرى الحرب، وتضيف أن مسألة إطلاق المختطفين المدنيين إنسانية بحتة لكونهم اختطفوا من منازلهم ومقر أعمالهم والأماكن العامة دون وجه حق، ويجب تعويضهم عما حدث لهم في السجون من معاناة نفسية وصحية جراء الاعتقال. وتقول أسماء الصوفي أمهات المختطفين وأبناؤهم وبقية أهاليهم يعدون اللحظات والليالي والأيام ويترقبون موعد إطلاق سراح المختطفين وفق نتائج اتفاق ستوكهولم. تتجه أنظار علماء ناسا مع بداية السنة إلى المسبار نيو هورايزنز الذي سيحلق قرب كويكب أولتيماتول في أقاصي المجموعة الشمسية، ويعنون موقع فرانس 24. وكالة ناسا تستقبل العام الجديد في رحلة تاريخية إلى أقاصي المجموعة الشمسية. وقال الموقع تستقبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا السنة الجديدة بانتظار أولى إشارات المسبار الذي سيحلق قرب أبعد جرم عن الأرض يستكشفه البشر عن كثب حتى اليوم ويقع في أقاصي المجموعة الشمسية. ويقع هذا الجرم على بعد 6,400,000,000 كيلومتر من الأرض في مسافة بعيدة جدا عن الشمس، تبقيه متجمدا ومحافظا على العناصر التي تكون منها في بداية تشكله مع نشوء المجموعة الشمسية قبل 4,500,000,000 سنة. الرحلة محفوفة بالخطر، فالمسبار يسبح في الفضاء بسرعة هائلة، وفي هذه السرعة يكون الارتطام بأي جرم صغير ولو كان بحجم حبة أرز حادثا مدمرا يشضيه إلى أشلاء. ويقول هال ويفر الباحث في جامعة جونز هوبكنز إنها حدود علم الفلك، لقد نجحنا أخيرا في بلوغ أقاصي المجموعة الشمسية، الأجرام هناك ما زالت على حالها منذ نشوء النظام الشمسي. قال موقع البي بي سي البريطاني بنسخته العربية إن متابعيه ظلوا طوال العام يلتقطون الصور من مختلف أنحاء العالم ويرسلونها إلى الموقع، وقد نشر مجموعة من الصور قال إنها الأفضل خلال السنة. نشاهد.
وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.